وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، هل من مزيد عن أبرز ما هو مطروح اليوم على طاولة الحوار الوطني؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم المحور المجتمعي، هناك المزيد الذي تم طرحه بالفعل في القضيتين الأهم اليوم، هي القضية السكانية والتعليم ما قبل الجامعي. القضية السكانية نالت يعني حظ كبير في النقاشات المختلفة. من أهم الأطروحات التي طرحت بالفعل اليوم هو عرض لجعل المجلس القومي للسكان مستقل بحد ذاته أو تابع مباشرة لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية. هذه كانت من الأطروحات التي طرحت من أجل يعني نشر التوعية وأيضا إيجاد الحلول فيما يتعلق بالأزمة السكانية. هذه نقطة متعلقة بالقضية السكانية. هناك أيضا طرح آخر تم طرحه فيما يتعلق بالقضية السكانية، وهي فكرة التعامل مع الزيادة السكانية وآليات التعامل، إما بتنمية الوعي وجعل أو إنشاء مادة خاصة للزيادة السكانية للتعامل معها في المدارس ووضعها في المنهج الدراسي، وأيضا وضع التحديات ووضع اليد على النقاط الأساسية في مشكلة القضية السكانية، ومنها ليس فقط زيادة العدد ولكن أيضا التوزيع الجغرافي للسكان على مساحة جمهورية مصر العربية، حيث تم طرح أن يعني المتاح الآن السكان على مساحة من 7 إلى 8% فقط من مساحة مصر. كانت هذه أيضا نقطة. أما الجزء الخاص بالتعليم ما قبل الجامعي، كان هناك نقاش عن بناء الكوادر وآلية بناء الكوادر، هي الكوادر التعليمية والمدرسين وكيفية إعطاء المدرس حقوقه المختلفة، مما سيساعده بشكل عام للقضاء على فكرة الدروس الخصوصية على سبيل المثال، وإعطاء الوقت الكافي للطلاب في المدارس، ولكن أيضا زيادة عدد الكوادر ليس فقط في محافظة الرئيسية مثل القاهرة والجيزة، ولكن أيضا زيادة أعداد الكوادر وإعطاء التسهيلات المختلفة لزيادة عدد الكوادر في المحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية. أيضا المميز اليوم هي مشاركة بعض الطلاب الجامعيين وما قبل الجامعيين في الندوات التي يعني أو عفوا في تم عقدها اليوم ليتم أخذ أفكار هؤلاء الشباب والاستعانة بهم في طرح الحلول المختلفة، سواء كانت في القضية السكانية أو حتى في الجزء الخاص بالتعليم. الجزء الأخير أيضا اللي تمت مناقشته اليوم هي الجزء الخاص بالتعامل مع سن الجواز والزواج، وتحديد التشريعات والقوانين المتعلقة بتحديد سن الزواج ليس فقط للفتيات ولكن أيضا للشباب. كان هذا طرح من الأطروحات، وأيضا العمل على زيادة التوعية والتثقيف بشكل عام واستغلال أمثل لقصور الثقافة على سبيل المثال في الفترة الصباحية لتكون فرصة لتنمية الوعي الثقافي وتنمية الوعي المجتمعي بشكل عام بأهمية أو التعامل مع الزيادة السكانية عن طريق يعني جلسات خاصة للأطفال وللشباب بشكل عام. كانت هذه بعض الطروحات التي ذكرت في الجلستين اليوم، قضية السكان وأيضا تعليم ما قبل الجامعي. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مقر انعقاد الحوار الوطني.